بنشكر الرب من أجل رجال الله اللي في حياتنا، إن هما بيساعدونا ويفتحوا عينينا على الزمن والموسم اللي احنا فيه، إنه ده زمن إن كل حد فينا بيتحمل المسؤولية وبيبقى ليه شغل. عشان كده حابة أشارك معاكم إيه هو دورنا في الزمن ده من خلال مزمور 68. عشان كده حابة أشارك معاكم بعض النقط عن مزمور 68. في هذا المزمور الله يظهر ذاته بقوة. في المزمور ده الله بيظهر صفاته وقدرته. الله يظهر في هذا المزمور كقائد قوي. ازاي في المزمور ده الله بيبان كقائد قوي، انه ازاي بيقود الشعب بتاعه بقوة. في المزمور ده بتظهر عملية تحويل الكنيسة من مجرد كنيسة أو مجموعة مؤمنين بيصلوا في الكنيسة لمملكة بتسود على الأرض من خلال أبناء الملكوت. الله في المزمور ده ظهر لي صفات مختلفة كإلهيم، الله الخالق، الشداي مسدد الاحتياج، أدوناي يعني قدير، وإليون إله عظيم وعالي يسود على كل الآلهة. الأساس الصح لدورنا، وده هنلاقيه في عدد واحد، يقوم الله يتبدد أعداؤه. يقوم الله بمعنى ان روح السيد الرب القدير علينا، انه ازاي احنا مش بنتحرك من نفسنا لكن بنتحرك بحسب مسحة روح السيد الرب القدير علينا. تاني حاجة ان قوة الله تظهر في أبنائه. إزاي أبناء الملكوت بيتحركوا بقوة وبجرأة. تالت حاجة أن تظهر إمكانيات الله الفائقة في أبنائه. إزاي أبناء الملكوت عندهم إمكانيات غير عادية علشان هم بيتحركوا بروح السيد الرب القدير عليهم. آخر حاجة إيجاد حلول سماوية وإعلانها على الأرض. إزاي لما عينهم بتتفتح على مشكلة مش بيركزوا على المشكلة، لكن إزاي بيبدأوا يستقبلوا حل من السماء للمشكلة دي. عشان كده حابة أكون بشارك معاكم شخصيتين من الكتاب المقدس، يوسف ودانيال. إزاي يوسف الله قام فيه من خلال إنه خلى يوسف يشوف المشكلة واداله الحل. المشكلة هي المجاعة، ازاي انه الله ورى ليوسف وبين ليوسف في الوقت ده انه هيكون في مجاعة، وازاي اداله حل من السماء انه في وقت الخير والبركة يكونوا بيخزنوا لوقت الجوع. بس يوسف ما وصلش للترقية او المنصب ده بسهولة، لكن الله كان دايما بيحطه في تحديات وامتحانات علشان يشكل شخصيته، عشان لما يجي وقت الترقية يوسف يكون جاهز لده. دانيال الله كان محتاج انه يقوم في مملكة بابل، فأرسل دانيال والفتية الثلاثة. دي حسب جملة الرسول جنباني لما أعلنها في المؤتمر، انه الله في حاجة إليك في هذا الموسم. الله كان في حاجة انه يبان كالإله العلي في بابل، عشان كده أرسل دانيال والفتية الثلاثة لهناك، فأظهر قوته فيهم واداهم جرأة لمواجهة ملوك بابل. والملوك دول شهدوا انه دول ناس ابناء الله. فعشان كده حابة اشجع نفسي وحابة اشجع اخواتي ان كل مرة الله بيحطني او بيحطك في تحدي صعب، افرح لانه مجهز ليك ترقية عالية، بس هو بيشكل في شخصيتك عشان تكون لايق على الترقية دي وتكون بتليق بالترقية اللي الرب عايزك فيها. عشان كده حابة اشارك معاكم ايه ادوارنا في الزمن ده. اول حاجة في عدد واحد، يقوم الله يتبدد اعدائه ويهرب مبغضوه من امام وجهه. الله يبدد الأعداء من خلالنا. إزاي؟ الخضوع لله والروح القدس بيكشف ليا إيه الأعداء اللي لازم يكونوا بيبادوا وينتهوا. عشان كده حابة أشارك معاكم بعض أمثلة للأعداء اللي لازم يكونوا بينتهوا في الزمن ده من خلال أبناء الملكوت. أول عدو الجهل.
الجهل ده بيباد او بينتهي بالتعليم والفهم. عشان كده مهمة قوي انا كبنت للملكوت، كل حد فينا كابن للملكوت، انه يكون بيدرس وبيفهم وبيكون معاه شهادات دراسية عليا، لانه عشان يكون لي مكانة عالية في المجتمع. وهيجي الوقت وهنلاقي ان ابناء الملكوت بقى ليهم مكانة عالية في المجتمع، ففي وسط ابناء الملكوت وفي منطقة نفوذهم مفيش جهل. مهم قوي كمان روحيا اكون بتغرس في الكلمة واكون بستقبلها كاعلان روحي حقيقي في حياتي، وازاي انه اي نور انا وصلت ليه اعلمه الاخرين واخرين يعلموا اخرين، علشان يجي الوقت والزمن انه الجهل هيكون بينتهي من وسطينا ومن المجتمع ومن منطقة نفوذنا. العدو التاني الفقر يباد بالعطاء اللي بينتج غنى. مهم قوي وانا بدي اتجاه قلبي ايه، هل انا بدي علشان الرب يكون بيباركني او بيردلي الحاجة دي وبيسدد احتياجي، ولا انا بدي علشان ما اسمحش للفقر او عدو الفقر انه يكون موجود في وسط ابناء الملكوت. عشان كده العطاء مش بس فلوس، لكن العطاء كمان ازاي انك بتعطي نفسك لاخرين، ازاي بتعطي وقت، بتعطي صحة، بتعطي كلام، بتعطي اعلان، بتعطي فهم، عشان يجي الوقت والزمن انه الفقر مش هيبقى ليه وجود وهينتهي تماما. العدو الثالث التمرد. التمرد يباد بالطاعة والخضوع. مهم قوي اكون بتحرك في الخضوع والطاعة مش في الخنوع، ما كنش بسمع الكلام لانه اتفرض عليا، او ما كنش بسمع الكلام علشان ما يتقليش ان انت ما سمعتش الكلام، لكن مهم قوي دايما اتحرك في الطاعة وفي الخضوع. كمان عايز اشجع الشباب انه مفيش حاجة اسمها انا في سن مراهقة فانا خلاص في سن التمرد، لا، طول ما انت خدت قرار انك تسلم حياتك للرب وتكون ابن للملكوت، انت لازم تكون بتتحرك بالطاعة وبالخضوع. عشان كده انا عايزة اشكر الرب من اجل وجودي في جسد، عايزة اشكر الرب من اجل امي انه ازاي لما فتحت عيني انه انا حياتي مكرسة بالكامل للرب، ازاي لما جيت في الجسد وخضعت لرجل الله حقيقي التمرد ده ما كانش عندي في سن المراهقة، وازاي دايما كنت بتحرك في الخضوع والطاعة. ليه؟ لانه انا بنت للملكوت، فانا بتحرك حسب مبادئ الملكوت مش حسب المبادئ بتاعت العالم. اخر عدو الخوف، والخوف ده بينتهي بالسلام اللي هو الشالوم، سلام الله الكامل والمحبة الكاملة اللي بتطرد الخوف. لما انا بستقبل حب الله حقيقي في اعماقي وببدأ اتحرك كابنة محبوبة وانه ليا اب بيحبني، مغروسة في جسد وعندي رجل الله بيحبني، عندي اخوات بيحبوني، كل ده بيخليني احس بالسلام. كمان احنا كابناء الملكوت لازم نتحرك كصانعي سلام. كل مكان انا بتواجد فيه انا بعلن انه المكان ده للسلام وانه مفيش خوف، عشان هيجي الوقت انه الخوف هيكون بينتهي من مجتمعنا ومنطقة النفوذ بتاعتنا. عشان كده حابة اشجع نفسي وحابة اشجع اخواتي انه خليك دايما يقظ للاعداء، لانه هيجي وقت وزمن هيكونوا بينتهوا من خلالك. الدور التاني عايزة اكون بتكلم فيه من خلال عدد 3، والصديقون يفرحون يبتهجون امام الله ويدفرون فرحا. زمن ابناء الملكوت يفرحوا. عشان كده عايزه اتكلم الاول عن الصديق. الصديق جايه من كلمه صدق، والصدق يعني اتجاه قلب نقي وحاجه حقيقيه. عشان كده الصديق هو شخص صادق في علاقه العهد مع الله ومع رجل الله ومع اخواته. عشان والفرح لانه الله يستخدمني كأداة لإظهار قوته وزعزعة مملكة إبليس. هو ده اللي بيفرح الناس اللي في علاقة مع الله، انه الله
بيستخدمهم كأداة إنه يزعزع المملكة بتاعت إبليس. عشان كده الفرح الحقيقي هو دعوة الله ليك لتقتحم ممالك العالم، شغلك، دراستك، خدمتك، الأسرة بتاعتك وصحابك. عشان كده حابة أشجع إخواتي اللي في المدارس وفي الجامعات، حابة أشجع نفسي إنه الله اختارك واختارك مخصوص علشان يكون بيحدث تغيير وزعزع في مجال التعليم من خلالك، لأنك أنت كل مكان بتتواجد فيه الله بيظهر نفسه من خلالك. عشان كده أنا حابة أشارك معاكم باختبار شخصي إنه إزاي في مجال التعليم انه الغش ده حاجة متاحة في الامتحانات، انه عشان تنجح لازم تغش لانه الغش هو اللي هيخليك تجيب مجموع عالي. لكن انا عايزة اشهد انه النجاح الحقيقي مش ان انا اكون ناجحة دراسيا، لكن ازاي اكون ناجحة في اللي الرب عايزه مني. عشان كده انا بشكر الرب انه بيديني القوة ويديني الجرأة اني اكون مش بسمح بالغش ده، ازاي انه انا ما بغشش في امتحاناتي، ازاي انه الله بيكافئ ده انه بيديني نجاح غير اللي انا متوقعه، لانه النجاح الحقيقي هو وجودي في غرض الله. فانا بشكر الرب جدا انه ازاي بيديني نعمة وبيديني قدرة اكون برفض الغش وما اكونش بغش في امتحاناتي. عايزه اشجع اخواتي اللي في الشغل، فرحتك الحقيقيه مش ان الرب ادالك شغل واداك مرتب تصرف منه او قد ايه ترقيت، لكن الفرحه الحقيقيه ان الله عايز يزعزع مملكه ابليس من خلالك في الشغل بتاعك. عشان كده كن يقظ وابدا زعزع المملكه. حابه اشارك اخواتي اللي بيتحركوا وبيخدموا انه الفرح الحقيقي مش كام مجموعة زواج او كام مجموعة تلمذة او قد ايه جبنا نفوس للرب، لكن الفرح الحقيقي انه الله دعاك دعوة خاصة انه يكون بيتكلم من خلالك لاخرين، انه بيديك مفاتيح تعرف تدخل للاخرين منها، لانه الله اختارك وخد قرار انه يقوم فيك فتتبدد الاعداء. الدور اللي بعد كده حابة اكون أشاركوا معاكم، وده هنلاقيه في عدد 4. غنوا للإله، رنموا لإسمه، أعدوا طريقا للراكب في الكفار باسمه ياه، واهتفوا أمامه. أتحرك كشخص ناضج وفعال لأعد طريق الرب. مهم قوي في الزمن ده أكون بتحرك من مرحلة التدريب والتركيز على نفسي وعدم تحمل المسؤولية لمرحلة النضج والتحمل المسؤولية، لأنه ده زمن خاص جدا، زمن أنه أبناء الملكوت بيتحملوا المسؤولية وبيقفوا كأبناء ناضجين. كمان أعد طريق للرب، ده هيكون ازاي؟ هيكون اني بستقبل اللي في السماء واعلنه على الارض عشان ازيل الحجارة اللي موجودة في الطريق، والحجارة دي اللي هي المعوقات اللي بتعيق ان الرب يأتي. عشان كده مهم جدا دايما عيني تكون مفتوحة على السماء وابدأ استقبل اللي في السماء واعلنه على الارض، واي معوق اكون بعلنه انه بينتهي عشان الرب خد قرار انه يقوم فيا. فاي معوق او اي حجارة تعيق طريق الرب انا مش هكون بسمح بده. الدور اللي بعد كده وده هنلاقيه في عدد 9، بيقول ان مطرا غزيرا نضحت يا الله ميراثك وهو معي انت اصلحته. اكون مغروسة في الكلمة ومستقبل جيد ليها لانها هتغير وجه الارض. ليه الكلمة هتغير وجه الارض؟ لان الكلمة ليها تأثير قوي واختراقي، لذلك يجب علينا اعلان الكلمة ولا نصمت، لان الكلمة ستغير كل خراب. مهم قوي اكون بتغرس في الكلمة واستقبلها كإعلان روحي في حياتي. مهم جدا اتعلم اني اعلن وما اكونش بسكت. مهم انه
انه انا لو مش بعرف اعلن الكلمة اتعلم اعلن الكلمة، لانه الكلمة هي اللي بتخلق حياة، الكلمة هي اللي بتغير كل حاجة المفروض انها تتغير، لان انت مش بتقول الكلمة بتاعتك لكن بتقول الكلمة اللي الرب بيقولها، فالسما بتستجيب للكلمة دي وبتحصل. عشان كده حابة أشجع نفسي وأشجع إخواتي إن كل كلمة بتعلنها هي بتخترق السماء التانية وبتوصل للآب، والآب بيحققها هنا على الأرض. الدور اللي بعد كده هنلاقيه موجود في عدد 5 و6، أبو اليتامى وقاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضة. كون جاهز لاستقبال مجموعات مختلفة من الناس، أيتام، أرامل، ناس لديهم شعور بالوحدة، مقيدين ومتمردين. بس المتمردين دول لهم شرط، إن هم يكونوا بيتوبوا عن التمرد ده ويتحركوا في الخضوع. عشان كده أنا حابة أشارك معاكم اختباري عن روح اليتم، ازاي انه بابايا الروح الجسدي عايش، وازاي انه هو بينزل الشغل وبيصرف علينا، لكن دايما كنت بحس انه في حاجة ناقصاني، دايما كان عندي خوف من بكرة، دايما كنت لازم اتعامل ان انا القوية مش ضعيفة، لا انا مش هشارك مشكلتي مع حد، انا هعرف احلها لوحدي وهعرف احلها لنفسي. كان دايما جوايا الافكار دي، دايما كان جوايا قلق وخوف، ما كانش عندي ثقة بنفسي. لكن ازاي لما خدت قرار اني اكون بكرس حياتي للرب، لما خدت قرار اني انتمي للجسد وتواجد في الجسد، وخدت قرار اني اكون بخضع لرجل الله في حياتي، ازاي ده شفى اعماقي من جوه، وازاي لما استقبلت الله كأب ليا ده شفى كل حاجة جوايا، ازاي لما استقبلت الدكتور ويليام انه ده الاب الروحي اللي من الرب ليا ده شفى جوايا حاجات، ازاي اخواتي اللي في الجسد كانوا دايما واقفين في ظهري وبيشجعوني. حقيقي لما استقبلت اعلان انه الله هو بابا، ده شفى جوايا كل خوف من بكرة، شفى جوايا الخوف من الوحدة، شفى جوايا عدم الثقة بالنفس، بقى عندي ثقة بالنفس، بقى عندي جرأة، ودلوقتي بقى عندي جرأة ان انا اكون بتكلم معاكم وبشارك ده. انا لو كنت جوانا القديمة انا كان صعب عليا تحصل حاجة زي دي، لانه انا كنت بخاف جدا اتكلم قدام الناس، وكنت دايما احب ابقى كده لوحدي مختفية محدش يتعامل معايا. لكن ازاي لما عرفت وفهمت انه الله هو بابا، ازاي لما ارسل رجل الله في حياتي دكتور ويليام دوت، شجعني كتير وشفى اعماقي من جوه وخلاني اتحرك بجرأة وبسلطان، وكل حاجة في اعماقي كانت محتاجة شفاء شفيت، لان انا لقيت مصدر الامان الحقيقي مع الرب وفي وسط اخواتي في الجسد. الارامل دول ناس كانوا في علاقة عهد مع الله، بس حصل تحدي او حصل مشكلة معينة، علاقة العهد دي اتكسرت، او كانوا بينتموا لمجموعة ناس وكانوا معاهم في علاقة عهد، بس لسبب او لاخر علاقة العهد دي اتكسرت. عشان كده مهمة قوي اكون بتحرك في علاقة عهد حقيقية مع الله ومع اخواتي في الجسد، عشان اقدر اساعد الناس اللي محتاجين ان هم يتواجدوا في علاقة عهد، انه يفهموا علاقة العهد الحقيقية، لانه حياتك قبل علاقة العهد حاجة وبعد علاقة العهد حاجة تاني. ناس لديهم شعور بالوحدة، يعني ناس دايما بتحس انها لوحدها، انه مفيش حد بيحبها، انه انا مش كويس، انه انا وحش. حابة اشجع اخواتي الشباب ان انتوا هتلاقوا النوعية دي كتير معاكوا في المدارس وفي الجامعات، دايما اعلن انه انت مش لوحدك، انه انت معاك الرب، وان انت منتمي الجسد، وساعد اخرين ان هم يكونوا مش لوحدهم ويكونوا يدخلوا في علاقة عهد حقيقية مع الله، وفي علاقة عهد حقيقية مع الجسد، مع مجموعة ناس يكونوا بيساندوهم.
مقيدين، والناس المقيدة دي بتبقى مقيدة بأفكار معينة، بعادات وتقاليد، بمواقف حصلت زمان خلت جواهم ربط معينة. عشان كده عايزة أعلن إنه أنا كجوانة أنا كان يمكن مقيدة بأفكار وحاجات كتير، لكن إزاي لما اتغرست في محضر الرب بدأ يكسر كل السلاسل الكيد وبقيت بتحرك بحرية، وإزاي اتعلمت إني كمان أكون بعبد بحرية، ما كنتش بعبد بكسوف أو الناس هتقول عني إيه أو إيه أو لأ لازم أبقى واقفة معينة حاجة معينة، لكن إزاي لما اتغرست في محضر الله، الله كسر كل ده وخلاني حرة. عشان كده أبناء الملكوت بيتحركوا في الحرية، لأنه اللي معاهم الله، والله إله حرية مش إله قيود. عشان كده استقبل الحرية في أعماقك وتحرك بيها عشان تقدر تساعد آخرين يتحركوا في الحرية اللي اتحركت فيها. المتمردين والتمرد بصراحة ليه أشكال كتير. أنا كنت فاكرة في الأول أنه عدم الطاعة بس، لكن اكتشفت أنه التمرد كمان لما رجل الله يكون بيقول لي توجيه معين والتوجيه ده ما نفذهوش أو أنفذه متأخر، ده نوع من أنواع التمرد. كمان لما أشوف عيوب من حد في إخواتي اللي في الجسد، ده نوع من أنواع التمرد. إنه إزاي إنه كأني بقول للرب الشخص اللي أنت عامله ده مش أحسن حاجة، فده نوع من أنواع التمرد. كمان لما الله يكون بيقول لي حاجة معينة أتحرك فيها وأنا ما أتحركش بسرعة. بس المتمردين دول ملهمش غير حل واحد بس، ان هم يتوبوا ويكونوا بيتحركوا في الخضوع. عشان كده بصلي دايما انه عيني تكون مفتوحة، انه عينينا تكون مفتوحة مين الناس الحقيقي اللي عايزة تتحرك في الخضوع، والناس اللي ممكن تكون بتستنزفنا بسبب عدم الخضوع. اخر دور عايزة اكون بشاركه معاكو، وده هنلاقيه في عدد من 32 ل 35، بيقول كده: يا ممالك الأرض غنوا لله، رنموا للسيد، للراكب على سماء السماوات القديمة، هوذا يعطي صوته صوت قوة، اعطوا عزا لله على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام، مخوف أنت يا الله من مقادسك، إله إسرائيل هو معطي القوة وشدة للشعب، مبارك الله. آخر دور إنه أكون جاهز للحرب وقوي ومتدرب على الأسلحة جيدا، لأنه الله بنفسه يحارب معي. ده زمن إني أكون جاهزة للحرب، والحرب عايزة ناس مثابرة عندهم إصرار إن هم هينتصروا، مش بس هيكونوا بينتصروا لكن أعظم من منتصرين. متدرب على الأسلحة، والأسلحة دي حاجات كتير، بس أنا حابة أشارك معاكم أهم سلاحين هتكون بتحتاجهم في الحرب: الكلمة وعلاقة العهد. الكلمة هي السيف اللي انت هتكون بتحارب بيه وبتنتصر. لما انا بتغرس في الكلمة صح، لما بستقبل كل اعلان الله بيعلنه من خلال رجال الله، ازاي بتحرك بقوة، بتحرك بجرأة، ازاي عندي خزين ان وقت ما ابليس يحاربني انا بطلع الخزين اللي عندي وببدأ اعلنه. زي ما اتكلمت قبل كده اهمية اعلان الكلمة، ازاي ان كل كلمة انا بعلنها هي بتزعزع جزء من مملكة ابليس. عشان كده مهم قوي اكون بتدرب دايما على الكلمة، اكون بتغرس فيها، اكون بتعلم ازاي استخدمها، امتى اقول ايه واقول لمين ايه وازاي. وده كله بيجي بالتدريب وبمعونة الروح القدس وبتدريب رجل الله لينا وبتدريب في مجموعة التلمذة. السلاح التاني علاقة العهد، ودوت عاملة زي الدرع اللي بيحميني. علاقة العهد مع الله وعلاقة العهد مع رجل الله ومع اخواتي، ده كله بيبقى حماية ليا. ازاي ان الله بنفسه
نفسه بيقف وبيحامي عني، انه ازاي مش بيقبل اي شكاية من ابليس عليا لكن دايما واقف وبيحميني. ازاي رجل الله دايما بيصلي ليا، دايما بيشجعني اني اتحرك. ازاي اخواتي دايما بيصلولي، الله بيكشف ليهم حاجات معينة انا ممكن ما اكونش قايلها لكن بيكشفها ليهم وهم بيصلوا لاجلي لانهم واقفين في ظهري. هي دي الحماية. عشان كده حابة اختم معاكم بالجملة دي واقول لك واقول لكم واقول لنفسي اني كن جاهز للحرب، لان الله بنفسه يحارب معاك، لان انت اداة لزعزعة مملكة ابليس. امين.